أكد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر جان جابور دعم المنظمة لإطلاق البرامج الصحية في مصر. وفي تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أكد ضرورة استمرار تلك البرامج والتعزيز بها بما يسهم في تحسين صحة المواطن المصري. شهدنا تحول نوعي في تطبيق برامج الصحة العامة في مصر. منظمة الصحة العالمية من مهمتها أنه تدعم البلدان لتعزيز برامج الصحة العامة. كنا نحن من بداية إطلاق المبادرة، مبادرة 100 مليون صحة، للمبادرات المتفرعة الأخرى، مبادرات فخامة الرئيس، وبالتالي نحن كنا نوفر الدعم التقني جنب إلى جنب مع وزارة الصحة والسكان على رأس معالي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد. جاءت الزيارة دي لتوج أكثر دعم منظمة الصحة العالمية لإطلاق مصر لهذه البرامج وتعزيزها واستمراريتها. أنا بشدد على كلمة استمراريتها لأنه هيدا اللي بعزز الصحة العمومية على صعيد مصر، هيدا بعزز كمان ثقة المواطن بالدولة المصرية فيما يخص الأمور الصحية، وبالتالي تحسين صحة المواطن المصري.